Lisa, haydi ünlü. وجينا باش نشاركوا الفرحة مع النزلاء ديال المؤسسة، وكما كتشوفوا في الصورة أبلغ من هذا. ومرة ثانية كنشكروا الناس اللي صاهرين على المؤسسة، للمدير وكذلك الموظفين ديال هذه المؤسسة هذه اللي صراحة تقال كيوفروا الوسائل اللوجستيكية للنزلاء. كنشوفوا بأنهم حتى الحالة ديالهم نقية، كنشوفوا الأطعمة اللي كياكلوا في المستوى صراحة من هذا المنبر هذا. كنشكروا جميع الناس والجمعيات اللي كيساعدوا هذه المؤسسة هذه، وكما تحدث المدير ديال المؤسسة فالجمعية باقي كتفتخر للمسائل المالية مساعدة مادية. وكنتمناو من هذا المنبر هذا باش الناس الغيورين ديال المنطقة باش يساعدوا هذه الشريحة هذه اللي صراحة قال كنت تعاني في صمت. كنشكر هذه المؤسسة ديال دار التكافل الاجتماعي اللي سمحات لنا ورحبات بنا اللي نجيو نقدموا هذا الحفل هذا البسيط باش نرفعوا شويه على هاد الناس ونفوجوا معاهم تقاسموا الفرحه اللي كانت بيناتنا. وكنشكر من جزيل الشكر وشكرا. اليوم مجموعه من الشباب ديال دواري خربان جاوا تقاسموا واحد الفرحه مع الناس هنا ديال دار التكافل ديال ايت ملول. والحمد لله هذه الفئه هذه كتعتبروا من ابناء الشعب حتى هما، والحمد لله خاص الجمعيات يبقاو يديروا بحال هذه المبادرات هذو ويشجعوا الناس هذو. وكنشكروا واحد اساس على المواكبه ديال هذا النشاط. شكرا. جمعية النور جينا نتقاسموا الفرحة مع النزلاء، وكنشكر جمعية بدورها بأنها فتحت لنا بيبانها باش ندخلوا الفرحة والسرور لهاد النزلاء. وشكرا.